وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، أبرز الرسائل التي حملتها هذه القمة إريتريا مصر الصومال والعديد من الملفات التي طرحت بالأمس في زيارة السيد الرئيس إلى أسمرة؟ أظنها واحدة من أهم زيارة السيد الرئيس الخارجية ذات طبع استراتيجي ومرتبطة بأمن مصر القومي وأمن واستقرار، واحدة من أهم المناطق الجغرافية وهي القرن الإفريقي الذي يضمنا وإريتريا والصومال وشركائنا أيضا الدول المتشاطئة في البحر الأحمر. في كلمته أثناء المؤتمر الصحفي للقمة الثلاثية حدد السيد الرئيس أهمية التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والاستفادة من القدرات المتبادلة من أجل التنمية والازدهار، والأهم حدد السيد الرئيس أهمية العمل المشترك للتصدي للمخططات والتحركات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة. تحدث السيد الرئيس أيضا عن القرن الإفريقي بوصفه مجالا سواء جنوبه أو شمالي من البحر الأحمر، حيث يسخر هذا النطاق الجغرافي بالثروات والفرص الواعدة، الأمر الذي يستدعي التنسيق والتشاور بين دوله. وأكد سيادتي أيضا على حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال وفقا لرؤية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أولا من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الصومال بواسطة جيشه الوطني. فبكل تأكيد هذا العمل يستدعي تعاملا ثنائيا كما هو الحال بين مصر والصومال أو بصورة مشتركة ربما من خلال الاتحاد الإفريقي، فضلا عن دعم الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام. نعم، إذن أكثر من شق في هذه القمة الثلاثية، سواء فيما يخص الأمن أو أمن البحر الأحمر تحديدا أو فيما يخص التنمية واستغلال الثروات المختلفة للأطراف الثلاث. برأيك ما هي الأفاق فيما هو قادم في عمليات التنمية بما يخدم شعوب القارة الإفريقية والدول الثلاثة خاصة؟ كانت أيضا المباحثات فرصة لبحث التعاون الإقليمي، أتفق مع سيادتك، وكان أيضا هناك بحث للقضايا الحالة في المنطقة كالسودان، مؤكدين على أهمية وقف إطلاق النار بشكل دائم والحفاظ على مؤسسات السودان الوطنية، وكذلك تناولوا خطورة الأوضاع اللي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، وده انعكس سلبا طبعا على مصر وعلى العديد من الدول، وهدد حركة التجارة العالمية، وهدد أيضا التعاون بين الدول المتشاطئة الذي أكد عليه السيد الرئيس في كلمته، وموجها لأهمية تطوير أسس التنسيق المؤسسي لتأمين حركة الملاحة العالمية للاستفادة من موارد البحر الأحمر أيضا الطبيعية والحفاظ على الأمن القومي. العلاقات طبعا الثنائية وبناء القدرات والخبرات والتنسيق من أجل أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر كانت محور المباحثات، وكانت أيضا الدعوة اللي وجهها السيد الرئيس للحفاظ على المؤسسات الوطنية تعبير واضح وصريح عن رؤية مصر لأهمية حماية الدولة القومية والجيوش الوطنية للدفاع عن الأمن القومي وثروات الشعوب ومصالحها وعدم الإضرار بالوحدة الإقليمية للدول والتعدي على السيادة وتجاوز حدود دول الجوار. سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، جزيل الشكر.